ونعاود الاتصال بالدكتور ناصر الفهدوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى. مرحبا بك معنا دكتور ناصر. بداية، هل حدثتنا عن الحملات الإغاثية الأخيرة للمنظمة في أربيل؟ حياكم الله أخي الكريم. حياك. في بداية شهر رمضان المبارك من كل سنة من كل عام تقوم منظمة أم القرى بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين بتنسيق العمل لغرض إعداد برنامج متكامل لتلبية جميع الاحتياجات الضرورية للنازحين في مخيماتهم، وكذلك تلبية بعض الاحتياجات للطلبة في الأقسام الداخلية، وكذلك بعض الاحتياجات الضرورية للعوائل المتوزعة في مناطق مختلفة بإيصال هذه الاحتياجات إلى منازلهم في مناطق سكناهم. نعم. كادر منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية وكذلك كادر القسم الإغاثي هيئة علماء المسلمين أعد هذا البرنامج وقدم هذه الحملات الإغاثية بتقديم السلات الغذائية، وتم إيصال آلاف السلات الغذائية إلى النازحين في مخيمات النزوح في المناطق المختلفة في محافظة أربيل، سليمانية، الأنبار، كركوك وغيرها من المحافظات. نعم. كيف أوضاع النازحين؟ كيف أوضاع النازحين في أربيل؟ النازحين يعانون حياة مأساوية بمعنى الكلمة. نعم. هم بأمس الحاجة بكل الاحتياجات الضرورية، سواء كانت الغذائية أو سواء كانت الطبية الأخرى أو المالية، الإعانات المالية البسيطة. لأن النازح في المخيم حاله كحال أي إنسان، يحتاج إلى الملبس، يحتاج إلى المأكل، يحتاج إلى الغذاء، يحتاج إلى الدواء. نعم. غالب المنظمات الإغاثية تهتم في القضية الإغاثية الغذائية، أما يعني حاجة البنت، حاجة الطالبة، حاجة الطالب في هذه المخيمات من الملبس من غيرها لا بد من الاهتمام بها. هذه لا يمكن يعني أن تلبى بالأسلوب الهيئ. غالب المخيمات الآن تعاني بحاجة ماسة إلى الغذاء، تعاني كذلك تحتاج بشكل حاجة ماسة إلى 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 الدواء. وزارة الهجرة يعني حقيقة وقفت حملاتها وإعانتها للمخيمات النزوح منذ ثلاثة أشهر. تصلنا نداءات استغاثة من أغلب المخيمات. نحن نوقف عقبة برنامجنا الإغاثي ثم نلبي الطلبات الضرورية عند وصول نداء الاستغاثة من أي مخيم. نتوقف عن البرنامج ثم بعد ذلك نلبي هذا الاحتياج الضروري بتلبية الاحتياجات للعوائل النازحة في المخيم بجميع العوائل، ثم بعد ذلك نستأنف البرنامج بإيصال السلات الغذائية إلى المخيمات الأخرى حسب البرنامج المعد مسبقا قبل شهر رمضان المبارك. نعم. دكتور، تنوع مساعداتكم لتشمل يعني منحا مالية لطلبة في جامعة الفلوجة وغيرها، برأيك إلى أي مدى تساعد هذه الحملات في النهوض بالواقع التعليمي لهؤلاء الطلبة؟ نقدر تماما حالة وظروف عوائل هؤلاء الطلبة. هؤلاء الطلبة عوائلهم تعجز عن تلبية أجار المنازل، الأمور التي تعينهم على تدبير معيشتهم اليومية. هم كذلك يعجزون عن توفير مبالغ النقل أو الملبس بالنسبة للطلبة. منظمة أم القرى والقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين يقدرون تماما هذه الاحتياجات، يعملون على تلبيتها ويعملون على تلبية احتياجات الطلبة، لأنهم يعني لابد من تخفيف الأمر عن كاهل عوائلهم. نعم. فتأتي هذه المساعدات لإعانتهم وثم بعد ذلك لإعانتهم على إتمام مسيرتهم العلمية. هل هناك إمكانية تكون مشاريع كفالة على طول العام الدراسي؟ هذه حقيقة يعني يصعب تلبيتها، لكن نحن نعم. عادة عندما تأتينا نداء استغاثة من أي مدرسة من أي قسم داخلي نعمل على إعداد الخطة ثم بعد ذلك نعمل على تلبية الاحتياجات الضرورية لهؤلاء الطلبة. نعم. الدكتور ناصر الفداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى كان معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك.